السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة كونكرورز بليد، فيديو جديد. اليوم بنتبع لنا ثيم معين. اليوم نبي نلعب سبورت، نبي نلعب سناد، نبي نشوف شلون نقدر نساند. فنبي نلعب بالشورت سورد ويا الدروع بطريقة ان ندعم ربعنا كثر ما نقدر. طبعا هذه اذا مت راح يزيد دمج ربعي 15% ويزيد ويقل الدمج اللي ياخذونه ب 15%. فراح نحاول ان نضحي بنفسنا عشان الفريق. بنفس الوقت عندنا الميزة اللي فوق، اذا ساعدنا وذبحنا احد راح يزيد دمج اللي حولنا ويقل الدمج اللي ياخذونه. ولان بنلعب سناد راح نلعب بثيم ان كل الوحدات اللي عندنا راح تكون دروع، فنبنلعب ثلاث دروع، يعني الستولورت ويا السبيرمن الامبيريال سبيرمن او الدروع الصينية ويا الايرون كاب. وكالعادة نذكر ان في باكات تقدر تشتريها موجودة هني بالكونتنت كرياتر بروجرام، تختار لك واحد من ثمانية وفي اضافات راح تجي زيادة. فاذا جيت بتشتري واحد فيهم لا تنسى انك تدخل الكود داحم وتقدر تشتريه على طول. فالمعركة معروفة انك النقطة الاولى ما تقدر تدافع عنها لان موقعك اصلا غلط، فالسباق يكون على النقطة الثانية. فتحط جنودك هناك وتحاول انك، والله ما صعب انك تقتنى صحد فيها بس نبي نحاول، لان الناس روح جنود هناك. فاللعبة ما لعبناها يعني لنا فترة، نبي نحاول ان نصيد بعض الاشياء. المساله اللي بكونكر سيتي ان النقطه القويه انك تاخذ السبلاي هذا وتدخل عليهم من ورا، هذه الطريقه اللي كنا نتبعها قبل. فما ادري عن اي اختلاف حق النظام الحالي، لكن نبي نحاول ان نسوي اي شيء نقدر عليه. فهذه قوات داشه من ورا، نحاول ان نضربها. سوى تشارج، الظاهر هذا موقعهم بالتشارج. لا كان تشارجهم، صدنا لنا واحد. طبعا حاليا سناد من بعيد لان الموقع يعني شبه خسران. الموقع الاول ما تقدر تدافع عنه على الاطلاق. فنحاول نجيب لنا شويه دمج، نحاول نذبح لنا شيء عشان نساعد الفريق. طبعا اللي قاعد نذبحهم سيرفات يعني، فما لهم داعي. نشوف انه في واحد من القاده واقف هني، هل نقدر نقتنصه؟ ما رجع، توقعت انه راح يرجع بس تاخرنا. هذا رفيجنا مات، بس ان نقدر نذبح لنا اثنين من اللي قاعد يهاجمونه. الجنود اللي ضدهم هني سيرفات ولا شيء بسيط، بس انه يبقون يعني جنود ولازم ننتبه عليهم. فنحاول نكمل على السهام اللي هني ونحاول نضرب اي احد نقدر نضربه. هذا قائد، فنبي نحاول ان نذبحه اذا ثبت بمكانه شوي. ما جت. لو تلاحظونهم موقفين جنودهم هناك عشان يأمنون، فنحاول ان نأدبهم شوي لان لازم انك تحاول تاخذ لك دمج على الاقل، خصوصا بمعركة مثل هذه اللي راح نلعبها بدور دفاعي. فاذا بتلعب دور دفاعي، خذوا السبلاي اللي ورا شباب. ذبحنا 11 بالسهام، فهذا واقف بالسبلاي الاخير. والله كفو، والله كفو. لا قافل الباب بعد، حبولي خشمه هذا. خلنا نروح نشوف سالفته. هذا اللي واقف فوق، لو يقدر يوقف فوق ويعني حمي الموقع راح يكون شغله زين. بس ان بنوقف احنا بالموقع اللي هني، نحط جنودنا على، والله دشوا السبلاي اللي فوق بقوه، والله دشوا السبلاي اللي فوق بقوه. لازم نروح نساند، خلنا نروح نساند. مع انه خطا يعني يروحون هناك، ربعنا قاعد يذبحون شيء ما ادري شنو. القائد هذا الفاس، حلو. ما راح يجون من النقطة هذه لانها نقطة انتحار، بس يقدرون يجون من هني، وهذا اللي نبيه احنا. فنحاول ان نساند رفيجنا اللي موجود هني ونعطيهم تي، نحاول ان نطردهم. قوم يا رفيجنا، حرك 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 حرك، يا الله مشى. نحاش رفيجنا يوم جينا، ماكو مشكلة. فنذبح السيرفات هذول الموجودين ونعطيهم اكس بعدين في وننسحب على طول. نبي نحاول نوصل حق السبلاي، نبي نحاول نمنع الناس انهم يوصلون حق السبلاي. نحاول نضرب هذا كثر ما نقدر. فتعالوا انتم هني وعطنا الار ونعطيهم كيو.
توقعت انه راح يعطينا شارج هذا بس انه ما اعطانا شارج، فوقفوا بمكانكم. خلينا نحاول ندمجهم ونحاول ناخذ الضرر. والله ضربنا ضرب ربع اكثر، فتوقع ان هذا عميل عندنا، فانا بنحاول نذبح هذا. حاولوا تسكرون عليه، حاولوا نوقفه ايضا. حلو طاح، فنقدر نسحب جنودنا للموقع هذاك. ربعنا شلون وضعهم؟ والله كأنهم مو قاعد يسوون شيء. فتعالوا تعالوا انتم هني. اضربوا فيه. نهاش هذا شلون قاعد يتحرك بسرعه الحين؟ قاعد يطق اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي. هذه ميزه الشخصيه الوحده هذه، بس ان نقدر ننسحب احنا، نقدر نعطيه سلو عشان يتاخر في الحركه، ونروح حق اللي واقف هنا اللي قاعد يحاول يحتل. نبي نحاول ان نعيش كثر ما نقدر عشان نمنع ان احتلال النقطه، فنحاول ان نمنعهم ونحاول ان نوقفهم كثر ما نقدر، بس ان اكيد ان ما راح نقدر نوقف لفتره طويله، خصوصا بالتغييرات اللي صارت على الايرون سايدز. فحاولنا ان نوقف، حاولنا ناخر المعركه، بس ان ما قدرنا نوقفها كثر ما نبي. ربعنا المفروض يساندون من فوق، وهم قاعد يساندون، يعني شوف الجابلنات اللي قاعد يحذفونها والسهام، يعني جابلن من هالمسافه الظاهر خايفين على وحداتهم. بس نقدر ندافع عن النقطه الاخيره، لان النقطه الاخيره تقدر تدافع عنها بشكل كبير في معركه كونكرو سيتي. نجيب لنا كتيبة جديدة ونصفها هني. طالع هذول شنو قاعد يوقفون؟ ولا سهام بنادق واقفين هني وشاقين لك هذول شق. تعال وقف لي شيلد وول هني، وقف لي شيلد وول هني، وحط لنا بلستة. لازم نتعامل معهم بالطريقة هذه، أسهل طريقة. الشيلد وول هذا أضعف من الثانيين، بس إنه على الأقل يقدر يسوي اللي عليه. نبي نمنع الهجوم من الجهة هذه، وبنفس الوقت ربعنا يقدرون يتعاملون بالجهة الثانية. أتوقع عندهم درع، راعي درع هذا. أخش ما أخطيت، أخطيت أنا ولا شنو؟ ما يصير طقها بدرع. شنو واقف هو ولا شو السالفة؟ يلا طاح البحور الظهر يا FK. خل انسحب هذا، ما قدرنا نرميه، ما قدرنا نذبحه. ربعنا واقفين وعندنا اسناد من فوق، ويعني الوضع دفاعي اكثر من اللازم، بس لازم نخليه دفاعي. حطينا هذا رميه سريعه ونعطيهم بريس، ونحاول نساند ربعنا بتي على الاقل، نوخر ربعنا عن المنطقه، نوخر اعدائنا عن المنطقه. ربعنا عادي يتشون. عندهم شيء ثاني؟ لا ما عندهم شيء ثاني. تعال تعال. والله المفروض تضربونا يا الربع. نحاول نضربهم بعد احنا خصوصا البلستات اللي البافيس هذولا. اخ شلون راحت فوق؟ نجيب الدروع الصينية هالمرة، نبي نشوف نقدر نضغط مع البي نساعد ربعنا، بس المشكلة السي رايحة، فنبي نحاول نغطي السي اذا نقدر. العدو راح يقدر يصعد من الارض، يعني يجينا من تحت من البحر اللي تحت هذا، بس اتوقع انه راح يجون من فوق، لان اتوقع انهم عندهم ثقه بنفسهم زياده. فاذا عندهم ثقه بنفسهم زياده يمدينا نسكر الموقع بشكل افضل. إيه عنده ثقه بنفسه زياده. عنده خياله بعد. حلو عادي، احنا ما نهتم بالكالتروبس مالك يا بندقية، بس ان المشكلة بالدروع، المشكلة لا ما عندهم مشاكل كبيرة. ضربنا في القنبلة مالته عشان يكسر الدرع قبل لا يجيبون ربعهم، قبل لا يجون ربعهم. هذا جاينا بالمشاة، فشي طيب. عندهم هم نحتاج هلب هني يا شباب. هني واقفين اغلب جنودهم واقفين، فنبي نوقف ربعنا، احنا ما عندنا مشكلة. هذول حاولوا انهم يضربونا باكثر من التي، فنقدر نكسرهم مره ثانيه، نطيحهم كلهم عشان نعيد تصفيف قوات ربعنا. فنحاول ناخذ الضرب، بس انه الظاهر ما في اسناد، ما في دعم جاينا. تعالوا ارجعوا ورا، ارجعوا ورا، خل هذول يدخلون دام انه جو. والحين عاد نقدر
نوقف ونعطيهم في شوي جيب لنا في جيب لنا دمج بعدين نرجع ربعنا بخط طويل هني عشان عمي ربعنا شوي بس لا جتنا جانته فالمهم الحين نغطي الشباب بس تغطية الشباب تحتاج دعم غير عن الدعم ال أوه هذا داش من وراء بس لو إنه ويا خياله ولا مو جاي الحالة كان أفضل فحطينا هذه الحين أبي البندقية اللي وراء لو أقدر أصيده حلو صدنا لأن طق ربعنا بش اسمه ما يستحي طق ربعي يا رب فما نقدر نرضى عليه في واحد ثاني وياهم هني من من القادة فهذا هو حاولنا أن نضربه 16,000 دمج المفروض أن نجيبها براسة إذا قدرنا نجيبها براسة راح نذبحه بس ما أدري وين نوصل الحين قدرنا نذبحه فحطها سي تشيز روح أنتم هناك روح هناك روح هناك ذبح لي الريبرز أوه في معركة ورانا تعال ورا احنا بنحاول نذبح على قائد الريبرز قدرنا نذبحه فذبحوا لنا هذولا حلو دشلنا جاب لنا دروع من هني القائد مالهم واقف اخطأنا لو جايبينها بعد كان صارت حلوة في شورت سور جاي من يسار بس طق الايرون سايدز فما يحتاج ان نضربه هذا قائدهم جاي مرة ثانية 14,000 بس لو نقدر نذبحه هذا الشورت سور جاء ف ذبح كسر درعي كسر بلستي دول بليد اللي هني شباب يعني ان شاء الله تهتمون فيه يحاول انه يذبحنا بس انه ما يقدر علينا اثناء الايرون سايدز فمهمتنا تبقى ان نحاول ان نحافظ على الموقع ونخلي عنا عليه يعني لين يجون ربعنا لين يجون الدعم الضربة طاح مات لا اوه ما مات ما طاح حتى نضربه نعطيه ضربتين ثلاث مات نبتدي معركة إيلنبرغ بالدفاع فراح يكون عندنا دور أساسي في دفاعنا عن المنطقة المشكلة أن إيلنبرغ ودك أن واحد يوقف ورا هناك ويقصفهم ويكسر الأبراج بسرعة بس الظاهر أن كل ربع نزلوا تحت وما حد يعرف الحركة احنا هدفنا أصلا نعطل العدو بس أنه ما راح نقدر نكسر البرج هذا أعتقد نحاول بس هذاك البرج المدفع هذاك الأيرميني جاتني الله أحييك الصراحة أحييك سيد راعي مدفع يعني ما ترمي على طول يدمرك هذه شغلة في الدنيا يعني العدو دائما يبحث أنه يذبح العدو فدورنا احنا هني دفاع المدافع اللي اتكلم عنها هناك يعني توقف هناك تاخذ المدفعين هذولاك وتكسر فيها البرجين اللي هناك وتعطلهم لنهايه اللعبه تقريبا هذه المشكله بالسبورت قليل راح تلقى لك ناس يقدرون يسوون سبورت نفسك يعني يقدرون يستغلون السبورت خصوصا اذا مو قاعد تلعب مع ناس تعرفهم يعني مو قاعد تلعب بلاتون قاعد تلعب فريق ف يعني عسى الله يستر بس ويكون ويانا ناس تفهم ذاك طلعب والله حييك سيد قليف والله انك بطل ما عندك احد كسر يذبح ما اجيك ما اخليك دمي شعاره بس انه بجيك ما راح اخليك ما عليك سيد قليف اذبحه طرحته واعطيه السن ثاني حلو ركبت حصاني فما يقدر ياخذني ابن حاش عادني يا الربع موفقين ها نرفع لازم انك ترفع المعركة وتصعد على طول يعني من تصير عليك خطر تنسحب والله ربعنا هذولاك ذبحوهم كنا لا نحاشنا شباب وضحت ان السالفة خسارة يعني جوهم سناد على طول انسحب اصعد سيد رمح اطقه قل عمي عبد الرحمن لا ما تسمع يعني ذبحنا منهم شيء بسيط بس ان ساعدنا على اثنين احنا هيل اطقه وياك لا
يا مسكين. زين هذول الحين يبي يصعدون علينا، هذا كله دمك شعر انت. فنبي نحاول ان نوقفهم يعني. هذول الاعداء اللي جايين عددهم كبير، بس حاليا جنودهم عاديين. تعالوا الحين نعطيهم هذه التي عشان نقط العدو داخل منطقتنا هنا. فنبي نوقف جنودنا الحين هنا عشان نوقف الشارت مالهم. توقعت ان عندهم شارت بس طلع لا، تقدموا هنا ربعي فعطهم الكيو بعدين قطهم. حلو، هذه شارت وقفنا، بس ان دشوا عند ربعي داخل هنا، بس ان الحين قاعد يضربون ربعي. حاولوا انكم توقفونهم. الله يعطيكم العافية ما قصرتوا. الحين هذول النايل دايف، نيال نايل، تعال تعال، ما تدري انك تلعب شلون قاعد تلعب مول بدون لا تفول الارمر اللي عندك. هذا قول له طقتك انت، هذا خلنا نحاول نقول والله طقني خوش طقة. طق هذول كلهم عشان ننقذ رفيجنا، لكن رفيجنا ما ينقذنا. قومني قومني خلص، والله دمي شعره اي طقة تذبحني. انسحاب هيل، والله بغينا نروح. ها زين زين قدرنا نوقفهم، خلينا نهيل شوي بس. لكن على ربعنا، لا على المدافع البعيد. حلو، خلينا نشوف الحين هذول ايش يسوون. اضرب هذا، هذا نايل اللي مو مفول الدرع عنده بالمول. ها اخ بغيت اطيح انا، تعال شلون طق كيو هذا عشان ينحاش. شو شجعان هذول، والله ابطال انتم، احييكم صراحه على الانتخاب. هذا نايل اذبحه وننسحب، والله كنا يبي لنا دروع. خلينا نجيب دروعنا، خلينا نجيب دروعنا، على ما نجيب دروعنا نهيل بعد. بس خوفك من المدفعيه اللي تجي تقبل شيء، يعني الموقع هذا خطر. جيب لنا جيب لنا دروع، هذه دروع صينيه. يمدينا نهيل على ما يوصل ربعنا هناك. نبي نهيل تهيل كامل، بي عليها قطر، بس انا جاي جاي جاي. ما عليك ما عليك من الربع، بس خلوني اعطوني الثانيتين هذه بس. قاعد اطق اتش عشان اركب الحصان، من زمان ما لعبنا اللعبه هذه. تقوقعوا تقوقعوا هنا الربع، خلينا نحاول نذبح هذا كل ستيل. طق هذا بعد، اخ تعال اطرح الرجال. اخ قصف مدفعية علينا هني يا اخي. زين زين خلينا نهيل، خلينا نهيل، خلينا نهيل ونقاتل يوم ثاني. والله الاي عليها خطر، انتبهوا انتبهوا على الاي، تشوفونهم كنا نسحبه من نقطتنا هذه. شي وياك وياك، ما عليك تايفون. اوه هذا جايب سهامه هني، ايش دنك رجال؟ بنوع السهام هذا، حبوا لي خشمه. لا يكون فريليس. هيل تكملة هيلنا. هذا قاعد يضرب بسكوربي كنا. حلو الاعداء وقفوا على النقطة هذه، رايحين على الاي، فخلنا نبي نروح بقائدنا بس. نروح حق الاي نساعدها. اح سكوربي وشقنا شق. نروح نذبح الكزندر، نهيل حصاننا بعد بالطريق. هذا هو كاهو، انا جاي عشان اذبحك يا الكزندر. اي اي جاي تعال انت، خذها خذها. عاش عاش كل ستيلر. هذا ايرون هوك، ايرون هوك، ايرون هوك ترى كان عندنا بس انحاش. بعود بعود احد يذبح، ناخذ دم، ناخذ دمج زياده اذا ذبحتوه يا الربع. تعال ذبحت ذبحت يا الربع. هذاك جاني جاني شفتوه شلون البي؟ البي تمام. شي
اخ ولولول دشوا على ربعي هذول شلون ذبحهم؟ ها خذوا البي وانا اقول البي تمام تريهم احتلوها ما انتبهنا ما انتبه. نزل نبي نوقف هني اكسر التشكيلة هذه فعليك بس اوه طلع الريبرز ما طقناه كسرنا الشيء السهل وخلينا الشيء الصعب خلنا نحاول ننسحب عن هذولا نحاول نضرب شوي وننسحب وننضرب وننسحب يعني حلا تكرر فر الليل حلو اعطينا بف حق ربعنا تشوفون ايش خويا بذبح كونامي هذا طرحته اطرحه بولدون تكفى يا بولدون ماني داري ان ما تتكل على كافر كفو بولدون اتنكبني يا بولدون عاش الشورت بول اللي وقفه يحبوا لي خشمه اح ذبحنا والله كفو اللي ذبحه ثار لي يستاهل حبه على خشمه الحين عاد سوينا دورنا الدفاعي نبي ننطر المعركه يعني ما راح ننزل الستولوردز الحين لان اعتقد ان دورهم نهايه المعركه يكون افضل بس نبي نجرب نحط لنا مدافع نقص من بعيد نشوف اذا نقدر نجيب دمج ولا شيء نعدل سكورنا على الاقل فنبي نحط لنا مورتر هني اذكر انه كان خوش موقع هني تقريبا اي هذا عشان تقدر تقفز ما يدخلون عليك الا من جهه واحده فتقفز كذي تحطه هني إذا نقدر نضرب منهم شيء بسيط راح يكون أفضل بس ما أدري إذا المورتر هذا يوصل ولا يرمي يحوش أبعد يعني بس نحاول نشوف إيه لا تمام فهذولاك تشوفونهم اللي وراه والله ما نوصل لهم نبيهم يوصلون هني نبيهم يجون على العلم على طول أحد ينزل على العلم يا شباب الله يهينكم منو اللي يحتاج دعم يحتاج دعم هني اوكي ما عليك انا موجود اوكي خذها فعليك 1400 دمج كم بعد تبي هاك الثاني ها خذها حلو 21 ذبحنا يا شباب ما في احد على العلم اخذ العلم يا شباب احنا نتصفهم الحين ابشك لك اياهم شق بس اوقف لا تخليهم يحتلون ها عاشوا جماعه الربع نبي نقصف هناك على امل ان في احد جاي من هناك حلو عاشوا الربع ما عليكم انا ماسك الموقع اللي هني هذا عدو والله كنا عدو خلينا نرمي شوف والله ما ادري كان عدو ولا رفيج بس نرمينا لأن شكله فيه تشكيل عندهم هناك عرفت؟ أنا بنرمي نرمي لنا كذا رمية. شنو احتل الانمي؟ احتل النقطة هذه. نقدر نضربه؟ والله كنا بعيدة شوي. خلنا نشوف هذه. موقف الجنود هني حلو. خلك هني شوي بس. لا انا بعدها شوي قاعد يرجعهم هو قاعد يقدمهم هذا السلام خوش ضربه هذا شكل خلينا نرمي لا خوش ضربه البلس جاردز الظاهر انهم زينين الحين هذا اخر رميه قبل لا نروح حق العلم خوش ضربه بس مشينا العلم كوماندور لفت ذا باتل خق يوم درى ان احنا موجودين في المعركه الظاهر ان انسحب خلينا نحاول نوصل للعلم يا الربع انا موجود هنا ايش فيكم؟ جايب البافيز قبل لا تنتهي المعركه عبالك ما اقدر اطقهم اذبح البافيز يا حبيبي شي يلا وين انت بعد؟ الكسندر انا مو قايل لك ذابحك لا تذبح الكسندر تك والله ثاني هذا شكل الشيط الاكس ولا شو البليد اللي عليه هذا اقدر اهيل بهيل داخل النقطه ما عليه جو الربع
عاشوا. ليش ما تعبون اسستات يا شباب؟ يعني والله ما قصرنا ترى. صدق المفروض اني جايب ربع، لو اني جايب دروعي هني كان ما كان فزنا في المعركة، بس احلى اذا طولتها تصير احلى. اوه داشين الصوب الثاني. كلم نبيع يا الربع في خطة. لحظة خذها. قاعد تهيل دش هني طقتي طير هذا. خلص تخلصت اللعبة. بس انه ما قدرنا يعني ناخذ اس ولا شيء، لان يعني ربعنا ابطال الصراحه، طالع ايش كثر ماخذين. ما قصر، بس احنا 16 اسيست ولا وربعي الدروع هذاك اللي ماتوا. ايش سالفتكم انت؟ ايش ذبحكم انت؟ داش داخل الباب ليش؟ فهذه المعركة شباب، معركة دروع. يعني حاولنا ان نسوي شيء، بس انه ما تقدر تلعب اذا مو قاعد تلعب مع واحد من ربعك ولا جروب من خمسة. فاشكركم شباب على المتابعة، ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.